تردد قناة قراميش الفضائية على قمر نيل سات، وهذا أحدث تردد 2023 قمر نيل سات. هنبدأ مع بعض كده على قناة ملوك سات على اليوتيوب، هننزل خطوة بخطوة قناة قراميش. يلا بينا نبدأ ننزل القناة. أول حاجة هنبدأ ندوس على زر منيو، ثم الدخول إلى إنشاء قناة، ثم نبدأ بكتابة تردد قناة قراميش الفضائية عبر القمر نايل سات 7 درجات غرب. نبدأ نكتب التردد 11.34، 11.34، ثم نضغط أوكي ونبدأ نكتب 27500، ونبدأ نخلي الاستقطاب في اللي هي عمودي أو بيقول عليها رأسي. لازم تعمل ال3 حاجات ديت علشان تقدر تنزل القنوات اللي موجودة على التردد ده، ومن ضمنهم قناة قراميش. 11.430، 27500 الاستقطاب في، وبعد كده بتبدأ تنزل على كلمة حر مجاني بالشريط الأصفر، تبدأ تدوس أوكي. بتصبر على الجهاز كده لحد ما بيعمل عملية السيرش، أي يعني البحث، تمام؟ بعد كده بيقول لي انتهاء البحث. مش بعمل حاجة خالص، كل اللي عليا ببدأ ادوس على اوكي، اللي هو ايه، تدوس هنا وترجع بزر اكس، بتلاقي ايه الجهاز واقف على قناة معينة. طيب انا هبدأ كده مثلا، هبدأ مثلا ادوس على ايه، هبدأ اجيب لكم القناة، قناة قواميش على طول كده علشان ما ناخدش وقت. طبعا انا حاطط القناة عندي في الاول، اهوت قناة قواميش الفضائية، قناة قواميش زي ما انتم شايفين القناة هي وشغالة بدون أي مشاكل. 11.430، وده أحدث تردد، وطبعا كله جديد وحصري عبر قناة ملوك سادة على اليوتيوب. يا ريت الناس متنساش تعمل اشتراك وشير مع أصدقائكم وأصحابكم قناة ملوك سادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.